هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى المادة ولا يرى الروح، يرى المال ولا يرى القيم، يرى الحاجات ولا يرى المثل. الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر. نعومة ما بعدها نعومة، كلام أحلى من العسل، فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر. إنسان مادي شبيه بالبهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شبيه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا النموذج الذي ترونه كل يوم، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ترتاحوا لهم، يبتسمون في وجهك، يصافحونك بحرارة، يعبرون عن أشواقهم إليك، لكنك لا ترتاح لهم، تخاف منهم مع دماستهم ومع لطفهم ومع نعومتهم. ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوبا بأكملها، فإذا رأوا طفلا في احتفال حمله وقبله. أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملها، صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله، ما أرق قلبه، يقبل كلبا ويذبح أمة. النموذج المتناقض، شخصية عجيبة، تلبس للناس ما يرضيهم. أيها الإخوة، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون، أبي يغترون، غرهم حلمي، غرهم تأخير عقوبتي. أيها الإخوة الكرام، لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئا. النبض 80، الضغط 8-12، تحليلات كلها طبيعية، قوي، ذكي، متمكن. الله عز وجل من سياسته أنه يرخي الحبل، لو شده لما كنت مخيرا. لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، فقد تطيعه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت ضعيف مستضعف، وقد تعصيه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت قوي معزز مكرم. ولكن حينما يأتي العقاب ويأتي دفع الثمن، في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم. قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت، حلف بذاته، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. عقابهم في الدنيا قبل الآخرة. لا أبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. إن الله ذو انتقام شديد وإن بطش ربك لشديد. فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب، لا يعبأ.
تأتيه المصيبة. سمعت عن بلد إسلامي تفلت تفلتا لا يوصف من منهج الله، غرق في المعاصي والآثام، فساق الله له زلزالا. حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكانا لمصلي، صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين. عقب الزلزال دمر 10,000 منزل في ثواني معدودة. فالله عز وجل في أي لحظة يكون الكفر في قبضة الله، هو وتبجحاته واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يأخذون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة، فاستأذنت من عريف الحفل فقال لي: الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجك منه، أنت الأصل. والله كلام أحلى من العسل. هناك شخص عنده قدرة على أن يسلب قلبك بلطفه، لكنك لا ترتاح له، تخاف منه، وتجد إنسان آخر مجاملات ضعيفة جدا لكنك مطمئن له. فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له. قيده الشرع: لن يغدر بك، لن يطعنك في الظهر، لن يمكر بك. هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية، أراد أن يزوج ابنه، أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي، ولا يمكن أن يؤذي أحدا، لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية، ومع ذلك جاء من هد له هذا البناء من الجيران. فماذا فعل؟ لو أنه حجب الشمس كلام منطقي، لو أنه حجب الرؤية، لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه. لذلك الناس متقاطعون. أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق، لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر. أما المؤمن الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. قال له: والله إني لا أحبك. سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق، فقال له هذا المنافق: أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله لا أستطيع. قال: إنما يأسف على الحب النساء. منافق. المؤمن مقيد بألف قيد، يخاف أن يأكل حق إنسان، يخاف أن يظلم إنسانا، يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه. أما الكافر ذنبه كالذبابة،